ما قبل الزلزال السادس من شباط الذي ضرب تركيا ليس كما بعده، خوف وقلق وهلع في نفوس اللبنانيين بعدما اهتزت بهم الأرض والمباني. منذ تاريخ الكارثة المشؤومة لم يمر أسبوع دون أن نسمع عن هزات أرضية خفيفة تضرب مناطق مختلفة من لبنان برا وبحرا، فهل يؤشر ذلك إلى احتمالية حدوث زلزال أكبر؟ الحقيقة الهزات مش عم بتصير بنفس المحل، يعني عم بتكون مفرقة، بكون شوي منها بالإسكندرون، شوي منها بمنطقة لادقية، شوي منها بلبنان، شوي منها حتى جنوب لبنان. حتى لو كانوا كتار اني بالنهاية مفرقين وقوتهم كتير خفيفة وضعيفة، انجأ المراصد هي يلي عم بتشوفهم الناس كتير عم بحسوا بكتير قليل منهم، وبالتالي صراحة ما بيخوفوا هودي. لطالما حذر الخبراء من خطورة فالك البحر الميت الذي تسبب بزلازل مدمرة عبر التاريخ لا سيما في لبنان، لكن مخاوف السكان تتزايد اليوم من إمكانية تحركه نتيجة الهزات الكثيفة التي تحصل في تركيا وسوريا ولبنان بالفترة الأخيرة. هلأ اللي عم بيصير بمنطقة الإسكندرون ومنطقة اللدقية هو مش على فالك البحر الميت، على الفالق الأناضول الشرقي اللي صار عليه الزلزالين الكبار، وعلى الامتداد تبع هيدا الفالق باتجاه المتوسط. مثل ما مبين معنا لحد هلأ تأثير الفالق الأناضول الشرقي وكل الهزات الارتدادية اللي صارت على جنوب غرب يعني باتجاه البحر المتوسط مش مأثرة بشكل كتير كبير على فالق البحر الميت بشمال غرب سوريا. هيدي شغلة منيحة لأنه يبدو الأزمة الزلزالية تحت السيطرة بهالمنطقة، وبالتالي إن شاء الله تأثيرها على فالق البحر الميت ما عم بيكون كتير كبير ومكمل هيك. وتيرة الهزات المرتفعة دفعت اللبنانيين إلى التساؤل عما إذا كانت الفوالق في البلاد تضررت بعد زلزال تركيا أم أنها لا تزال ضمن نشاطها الاعتيادي. زلزال ست شباط صار نهار تنين خلال بحر هيداك الأسبوع، تحركت شوي الحركة زادت شوي عن العادة، بس عمليا اللي صار هو لأنه الفوالق تأثرت بالاهتزازات الكتير قوية واللي طولت يعني شي دقيقة ونص تقريبا ضلينا نحس فيها، كرمال هيك زادت الحركة شوي، ولكن فترة قصيرة أسبوع 10 أيام ورجعنا للوضع يلي قبل 6 شباط. كل شي عم بيصير هلا هو بإطار يلي كنا عليه قبل 6 شباط، أنا مش شايف بيستدعي الكثير من القلق، يعني بكل بساطة هيك كان يصير بس الناس صارت واعية أكثر. وفي الختام اعتبر الخبير الجيولوجي توني نمر أن الأخبار والتصريحات والتغريدات العشوائية تؤجج الهلع في نفوس اللبنانيين، داعيا إياهم إلى تقصي المعلومات من مصادرها العلمية المختصة.